عايزين نعرف ايه هي الغدد الصماء في البدايه، يعني الناس ما تعرفش ايه هي الغدد الصماء. شوف الغدد الصماء انا هتكلم طبعا في الحلقه دي باسلوب مبسط قوي عشان الحلقه يبقى اكتر المشاهدين توصل لهم الفكره، يعني على مدى القافله تسير على قدر اضعافها. الغدد الصماء هي مصنع الهرمونات. ايه الهرمونات؟ هي اشارات كيميائيه من الجسم بيفرزها عشان يقدر ينسق العمل بين اعضاء الجسم المختلفه. الاشارات دي فائدتها انها بتدي الفرصه الجسم ان هو يتاقلم مع كل الظروف المختلفه المحيطه بيه. يعني الانسان دايما بيتغير ظروفه من الصحه للمرض، من السمنه للهزال، انه بياكل كتير بياكل قليل. القدره اللي الجسم بيقدر يكتسبها ان هو يقدر يقاوم كل الظروف المختلفه حواليه دي عن طريق الهرمونات. فلذلك الهرمونات بتتغير بين معدلين، معدل عالي ومعدل منخفض، ليها حد اقصى وحد ادنى. الهرمونات بتتحرك بينه بين الحد الادنى والحد الاقصى على حسب التغيرات اللي في الجسم والتغيرات اللي في البيئه المحيطه بالجسم. طيب عشان نفهم في جمله واحده ايه هي الهرمونات، نفتكر الايه اللي فيها ربنا بيقول ان كل شيء خلقناه بقدر. فلذلك الهرمونات هي من القدر ده. القدر ان بقدر يعني ايه؟ يعني شيء معلوم، قدر معلوم، لا زياده ولا يقل. التحرك بين المعدل المنخفض والمعدل العالي هو اللي بيدي للجسم الفرصه انه يعمل كل الحاجات اللي بيقدر يعملها.